وجه محمد صلاح 10 رسائل قبل مواجهة كاب فيردي الحاسمة لمصر في كأس الأمم الإفريقية. صلاح رد على الانتقادات الموجهة لي وقال: قدمت كل اللي عليا، ممكن ما كنتش موفق في الماتش الأول، بس أنا هنا للعب كرة جماعية مش فردية. صلاح قال كمان: أنا ما شفتش أي انتقادات، بس متفهم أي انتقادات ليا أو للمنتخب. طالما في خسارة أو تعادل الناس هتهاجمك، وده طبيعي في الكورة. صلاح طالب الجماهير بدعم المنتخب كمان وقال: الدعم هو الحاجة اللي محتاجها اللعيبة زي ما حصل البطولة اللي فاتت. بس صلاح قال إن في مؤشر إيجابي، فقال: كنا متأخرين في النتيجة وقدرنا نرجع مرتين، وده مؤشر إن الكرة عايزة منتخب مصر يكمل في البطولة. صلاح كمان رد على المقارنة بين أدائه في مصر وليفربول وقال: ما عنديش مشكلة، اللي عايز يقول حاجة يقولها، بحترم كل الآراء، وما ردتش ولا مرة على الكلام ده، وده مش بيقلل مني في حاجة. وعن استبداله في ماتش غانا قال: كنت كاره فكرة إن اللعيبة بيقولولي خليك في الملعب، وإن حجازي ما كانش راضي يلبس الشارة، انتوا مش بتلعبوا كورة ليا، انتوا بتلعبوا كورة للمنتخب. صلاح رد كمان على تحرر اللعيبة بعد خروجه وقال: أنا متفهم إن اللعيبة بتدور عليا في الملعب، اللعيب بيكون عارف إني أنا حفيده وممكن أعمل فرق، ومتفهم برضو إن ممكن لعيب يتحرر بعد خروجي ويؤدي بشكل أفضل، بس في النهاية أنا جزء من الفريق ومجرد فرد، أنا عارف قيمة نفسي كويس. ووجه رسالة للمسؤولين عن الكرة المصرية بشكل عام وقال: لازم نسيب اللعيبة يحترفوا في سن صغير، وما ننجمش اللعيبة في البلد زيادة عن اللزوم، والأندية تغالي في طلباتها. واتكلم كمان عن المنافسة في البطولة وقال: المستويات بين الفرق الإفريقية متقاربة واتطوروا بشكل كبير، وعندهم لاعبين بيلعبوا في مستويات عالية في أوروبا. صلاح أخيرا عبر عن أمنيته في الفوز بكأس الأمم الإفريقية وقال: سيحدث ذلك آجلا أم عاجلا. وانت ايه رأيك في تصريحات صلاح؟